شكرا علي. مشاهدينا يا ميت اهلا وسهلا فيكم من قناه الفجيره بحلتها الجديده، ويا ميت هلا بضيفنا العزيز فايز السعيد. انا نداء عربيات، رح اكون معكم باخر الاخبار الاقتصاديه وكل ما بيتعلق بالمال والاعمال والبورصات واسعار العملات والمعادن الثمينه، ولتكونوا بصوره كل ما بيحدث بالعالم هيك واكثر بس بتشوفوه على قناه الفجيره. سعيدين جدا بهالانطلاقه ومننتظر بشده لقائكم. مبارك علينا الانطلاقة الجديدة يا نداء، وأنا هدى عامر مشاهدينا سأكون معكم في فقرة الصحة النفسية في الحلة الجديدة لصباح الخير يا وطن. انعش تجارب ممتعة سويا ونقدم إرشادات ممتعة نفسية تفيد حياتنا اليومية حتى تساعدنا على تفريغ الطاقة السلبية. بالتأكيد يا هدى. أما أنا محمد معتصم سأطل عليكم في الفقرة الرياضية، والتي من خلالها سأسلط الضوء على أهم الأحداث الرياضية في الإمارات وتحديدا إمارة الفجيرة. إضافة إلى ذلك سأقدم فقرة بعنوان أصدقاء البيئة، وفيها سأتجول خارج الاستديوهات للتعرف على تحديات الصيادين والمزارعين والفلاحين. أنا سعيد جدا بهذه الانطلاقة الجديدة ومبارك لنا ولكل الزملاء. عودة إليك زميلي علي ولضيفنا العزيز فايز السعيد. ما شاء الله عليكم.